Si un prophète vient et fait des miracles, on doit le croire. Marqué noir sur blanc. S'il viendra un prophète, tu te diras maintenant, voilà, demain, il fait un miracle, tu devras le croire. Comment c'est qu'un type est un prophète? On a eu 48 prophètes, comment c'est qu'il est prophète? On l'examine. Voilà, on est maintenant en plein juin, il me dit, demain midi, il va neiger. Et demain midi, il neige. Si demain midi 5, il neige pas à midi comme il a dit, on tue. Parce que c'est un faux prophète. C'est très grave d'être faux prophète. On le teste plusieurs fois. Après, on voit que tout ce qu'il dit, c'est OK, alors on doit le croire. La Torah oblige de croire le prophète. Comment je sais que les 48 prophètes, ils sont vrais? Un prophète, il doit faire des miracles. S'il les fait, on doit le croire. Jésus vient, il fait des miracles, on doit le croire aussi. Pourquoi on croit aux 48 prophètes, Ishayahu, Irmiyahu, Zacharia, etc. Et Jésus, on leur dit, allez, dégage. Pourquoi? Exactement. C'est marqué encore, petit article dans la Torah, c'est marqué. Si le prophète te dit, va servir d'autres dieux, va faire de notre Torah, tu. Si un prophète venait, faisait des miracles, fallait le croire. Donc, le prophète en lui, le fait qu'il fasse un miracle, c'est rien du tout. Qui est, c'est que la Torah qui a été donnée par Dieu, avec la preuve que Dieu lui-même vient, me dit, si demain j'envoie un prophète, et il fait des miracles, et il te dit de faire ma Torah, tu le crois. Mais le miracle en soi, c'est rien. C'est pour ça que si maintenant vient un autre prophète, comme Jésus, il fait des miracles, il dit ok maintenant on va faire, on va aller ça, on enlève. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus, ils ont dit ok, pas manger le porc. Alors plus tard, dans les... c'est en pensée. Shabbat, en pensée. Après, ok, je te parle de christianisme, d'accord? On ne sait même pas si Jésus il a existé, d'accord? On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai ou faux. Je parle de christianisme en tant que tel qu'il existe. اليهود ما كانش عندهم غرام ديال الشك في ان سيدنا محمد نبي حقيقي موقنين في انه نبي ولكن ما بغاوش لان ماشي يهودي ماشي من بني اسرائيل جاي عربي ما بغاوش ويعني وكيتعنتوا على رب العالمين كيقولوا تجيب لنا رسول مننا نامنوا من غير مننا لا ما بغيناش ولو انه ارسل اسرائيليا من بني اسرائيل لكفروا به علاش لانه حتى ولو ارسله الله يهوديا غادي يجيب الحق ما مستعدينش هما للحق ومن قبل سيدنا عيسى منين جا من اليهود شنو هو عيسى عليه السلام اسرائيلي فهم واحد كيسحب له يعني بسبب يعني التحول البيئه والظروف انه سيدنا عيسى حتى النصارى ديالو ربا غالطين في هذا الشيء هذا القران واضح مسطر الامور كيسحب عدد ديال الناس كيسحب لهم يعني سيدنا عيسى فرنساوي ولا انجليزي ولذلك مصورينه في الكنائس ديالهم دايرين له عينيه زرق ووجهه بيض زعر رومي عمره ما كان هكاك عليه الصلاه والسلام كيتخيلوا هو سيدنا 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 عيسى من الشرق العربي من فلسطين ما عمره ما كانت عنده ديك الهيئه عليه الصلاه والسلام خيال تخيلوا فعيسى عليه السلام يعني كان منهم من 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 آل عمران ولد مريم ومريم شكون هي؟ يعني من بني اسرائيل مريم وعمران ابوها من بني اسرائيل فجاهم يهودي ديالهم وجاب لهم التوراة والانجيل ماشي جاب لهم غير الانجيل بوحده لا جاب التوراة وجاب الانجيل بجوج وكفروا لانه كما قلنا من قبل بغى يقلع لهم الربيعة يعني اولئك القوم من سدنة يعني مالين مالين الحيازة على الأموال اللي بداو كيبيعوا الفتوى يتخلصوا في الفتوى يحللوا ويحرموا مقابل الأموال ويسيروا الأمة إلى الضلال مقابل الأموال أرفضوا يجي الحق ولذلك حتى ولو أرسل الله رسولا إلى بني إسرائيل من بني إسرائيل في زمان محمد عليه الصلاة والسلام لكفروا به بل قتلوه كما قتلوا الأنبياء من بني إسرائيل على زكريا ويحيى منين هما وقد قتلهم بنو إسرائيل يهود يهود هما يعني من بني اسرائيل وجاءوا انبياء وجابوا الحق وذبحوهم اليهود ولاد عمهم وخوتهم انظر انه زكريا انه يمشي في الاسواق يبدو انه يريد ان يشتري خبزا اهو زكريا ذلك المدعي اما للسيد زكريا من خادم يقوم باداء اعماله ما هذا النبي الذي يمشي في الأسواق كبقية الناس ويشتري الخبز ويأكل أيضا إنك على حق لما لم ينزل معه ملك يخيف الناس منه فيرهبونه
أو لماذا لا ينزل عليه كنز من السماء مثلا، أو يكون له بستان يأكل من ثمره كل يوم. كيف صدقه هؤلاء الناس؟ في الحقيقة إننا لا نراك اتبعك إلا أراذل الناس. انظروا إلى ثيابه الرثة، ما أبلاها. لقد بعث قبل أنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلا تسخر من ثيابي يا هارون. إن الله سبحانه يبتلينا ببعضنا ويمتحننا ليرى أنصبر، وربنا بصير بالعباد. هيا قل لنا يا سيد زكريا، لماذا لا تستفيد كسائر الكهنة من الهبات والهدايا الثمينة والنذورات التي تقدم للمعبد؟ إننا نراك تفني عمرك بأعمال النجارة، أليست هذه خدعة للناس؟ ولكن يا سادة، هل سمعتم أن نبيا اعتاش أو سعى لشيء من حطام الدنيا إلا من تعبه وكده وعرقه؟ أولم تعلموا يا سادة أن داود وسليمان وهما من ملوك بني إسرائيل قد عملا أربابا للحرف ولصناعة الدروع وارتزقا منها ولم يأبها لخزائن الأرض وكنوزها؟ أجيبوني عن سؤالي أيها السادة، كم من الأنبياء خذلتهم أمتهم وكفرت بدعوتهم وأساءت إليهم وقالت فيهم ما لا يقال وعذبتهم وقتلتهم؟ ألم تروا كيف أخذ الله تلك الأمم وكيف أنزل عليها العذاب الأليم؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.